كتير منا بيعاني خلال فترة رمضان من التعب ومن الخمول، بس هيدا الشي بدنا نعرف انه ممكن نأثر عليه نحنا بنوعية الطعام اللي منتناوله. اول شي البيض. البيض ما بس بخلينا نشعر بالشبع، كمان البيض هو غني بفيتامين بي، بالحمض الامين اللوسين، اللي هن كمان بيعطونا طاقة خلال النهار. تاني شي هي البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة ما بس طيبة، كمان هي بتحتوي على الفيتامين A، على المنغنيز، على الألياف، وعلى الكربوهيدرات المعقدة. تالت شي الموز. الموز هو ما بس غني بالكربوهيدرات، كمان هو غني بالبوتاسيوم والفيتامين B6. بما انه هو بيحتوي على البوتاسيوم بخلينا نشعر بأقل عطش خلال النهار، يعني بنشعر بأقل تعب. رابع شي التفاح. التفاح هو يمكن أكتر فاكهة بالعالم شعبية، بس كمان بدنا نعرف ان هو بيحتوي على الكربوهيدرات، على الألياف، وعلى السكريات الطبيعية. خامس شيء الشوفان. الشوفان هو نوع من أنواع الحبوب اللي بتحتوي على مادة اسمها البيتا جلوكان. بيتا جلوكان هي نوع من أنواع الألياف اللي لما بتختلط بالماء بتتحول على جل. فوجود هيدا الجل عنا بالمعدة ببطئ إفراغها وبيخلينا نمتص الجلوكوز بطريقة أبطأ. سادس شيء هو العدس. العدس هو نوع من أنواع البقوليات اللي بيحتوي على الكربوهيدرات، البروتين، والألياف. هو مثله مثل الشوفان ببطئ عملية الهضم بالمعدة، فبخلينا نحس بالطاقة لفترة أطول. آخر الشيء هي الخضروات الورقية مثل الهندبي، الكيل، والسبانخ. هي بتتضمن المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والزنك، والحديد، وكمان الفيتامينات A, C, E والK. بالنسبة للكمية، مثلا بدنا نعرف انه التفاح والموز اثنيناتهم حصص الفواكه، فالافضل انه نختار نوع واحد منهم. كمان بالنسبة للشوفان والعدس والبطاطا الحلوة، ثلاثتهم هن مصادر كربوهيدرات، فكمان بنختار حصة واحدة منهم. فمثلا فينا ناخد على السحور شوفان مع موز مع حليب، بتطلع هيدي وجبة خفيفة وبتتضمن نوعين من الأطعمة اللي بتعطينا طاقة.